في هذه اللحظة تمت انطلاقة الشوطة الرابح في المجموعة الثانية اللي فئة القعدان من مسافة 3 كيلومترات اللي في أول المراكز. هذا معاند للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني مع معاند في أول المراكز، أما اللي في ثانية المراكز هذا وشاهين للسيد علي بن سلطان الحميدي في ثاني المراكز، أما اللي في ثالث المراكز من الجانب الأيمن هذا شواش للسيد عبد الله بن محمد بن خميس المريخي في ثالث المراكز، رابع المراكز رامين على بعد هذا شاهين للسيد علي بن حمد بن سند المهندي مع شاهين في رابع المراكز، أما اللي في خامس المراكز هذا الصغال للسيد فيصل بن عبد الهادي الشهواني مع صغان في خامس المراكز. اللي في اول المراكز هذا شواش للسيد عبد الله بن محمد بن خميس المريخي في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذا معاند للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني مع معاند في ثاني المراكز، وثالث المراكز هذا شاهين للسيد علي بن سلطان الحميدي رغم الظروف اللي مسيطرة على شاهين، ولكنه في هذه اللحظات في ثالث المراكز أتمنى له السلامة. أما اللي في رابع المراكز عدو شاهين للسيد علي بن حمد بن سند المهندي مع شاهين في رابع المراكز، وخامس المراكز عدو صغان للسيد فيصل بن عبد الهادي الشهواني مع صغان في خامس المراكز. اللي في اول المراكز هذا شعر ابو خميس حتى هذه اللحظات مسيطر سيطرة تامة. اللي في اول المراكز هذا شواش للسيد عبد الله بن محمد بن خميس المريخي في اول المراكز مع شواش الذي باعد بينه وبين المشاركين، اما اللي في ثاني المراكز هذا معاند للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني، وفي ثالث المراكز الشاهين للسيد علي بن حمد بن سند المهندي، ولكن روح مع شواش روح مع اللي انطلق وباعد بينه وبين المشاركين في هذه اللحظات. هذا شواش للسيد عبد الله بن محمد بن خميس المريخي انتزع المركز الاول ومسيطر سيطره تامه. هذا شواش كما تشاهدون على شاشه التلفزيون يرقص وحيدا خارج السرب، اعطنا المسافه بين بقيه المشاركين في هذه اللحظات. اللي في ثاني المراكز الشاهين للسيد علي بن حمد بن سند المهندي النادي في ثاني المراكز، ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز معاند للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني، ولكن شواش للسيد عبد الله بن محمد بن خميس المريخي سيطرة تامة شواش وباعد بينه وبين المشاركين شواش، ولكن هل ترى ما أرى يا مالك شواش؟ اللي في ثاني المراكز شاهين للسيد علي بن حمد بن سند المهندي في ثاني المراكز يحاول أن يغلص المسافة بينه وبين شواش. هذا هو شاهين يدعو ملكية شاهين للسيد علي بن حمد بن سند المهندي في ثاني المراكز، ولكن شواش هذا هو شواش ومسيطر سيطرة تامة شواش على أول المراكز. هذا هو شواش كما تشاهدونه على شاشة التلفزيون للسيد عبد الله بن محمد بن خميس المريخي، ولكن أرى شاهين هذا هو شاهين يقترب رويدا هذا هو شاهين للسيد علي بن حمد بن سند المهندي في ثاني المراكز، ولكن شواش مصر على الانطلاقة شواش ومصر على انتزاع المركز الأول شواش. هذا شواش للسيد عبد الله بن محمد بن خميس المريخي انتزع المركز الأول وسيطرة تامة. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز شواش، هذا الفوز المستحق. هذا شواش كما تشاهدون في أول المراكز، ثاني المراكز شاهين للسيد علي بن حمد بن سند المهندي في ثالث المراكز، ثالث المراكز اللي واصل في ثالث المراكز هذا هو صغال السيد سعد بن عنزان النعيمي، اختطف المركز الاول في اللحظات الاخيره. اللي في التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:48 و32 جزء من الثانيه، افضل توقيت حتى هذه اللحظات مع الضبي للسيد عبد الهادي بن سيف الخيارين.